إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الفيديو ديال اليوم. إن شاء الله كما العادة غادي نشوفوا إن شاء الله واحد محطة للسقي في واحد ضيعة فلاحية اللي كتعتمد على الطاقة الشمسية، وكذلك كتعتمد على الجروب بالغاز باش كتلبي الحاجيات ديالها يعني من الطاقة. كما كتشاهدوا الإخوان، بالنسبة لهاد لي زارموار اللي كتشوفوا قدامكم، عندنا جوج ديال لي زارموار. عندنا واحد اللي كتشوفوا على اليسار مكلف بالجروب، يعني هو اللي فيه الفولتمتر وفيه لي فويون ديالو، يعني فيه الكومبوزون كاملين ديال اللي كيقدو يحميو لينا البومبا اللي كاينه وسط البير كما كتشاهدوا. وكذلك هذا اللي في الوسط هو اللي كيقلب لينا ما بين السولير وما بين الجروب، يعني كيخدم بالكوميتاتور 102. وكاين ايضا لارموار اللي على اليمين، وهو اللي مكلف ب يعني بلا بروتيكسيون ديال الطاقه الشمسيه ديال البومبا، ديال البومبا ايضا. بالنسبه لهاد لارموار هذا اللي كتشاهدوا، هذا هو اللي مكلف بالجروب، هو اللي كيدير الحمايه الضروريه واللازمه لهاد المضخه. كان واحد العطب بسيط، هو كانت البومبا كتخدم واحد شويه وتقطع. اكتشفنا ان الرولي تيرميك هو اللي كيقطع، لان الامبيراج اللي كاين فيه ما كيسمحش باش يدوز الامبيراج اللي كطلبو المضخه. وبالتالي عملنا على تغيير هاد الرولي تيرميك، يعني زدنا فيه، زدنا له في لابلاج ديالو اون باراليل مع المضخه بطبيعه الحال. وبعد ذلك تم الاشتغال يعني بشكل سليم وبدون اي مشكل. كما كتشاهدوا معنا، بالنسبه لهاد الستاسيون دو بومباج بالطاقه الشمسيه، وكذلك يعني بالجروب كما كتشاهدوا، هاد غادي نديروا واحد العمليه بسيطه جدا. غادي نشغلوا حاليا الجروب اللي كيشتغل بالغاز، جروب اغاز هو هذا، يعني كما كتشاهدوا معنا الناس يعني في مختلف المناطق كيحاولوا انهم يستغنيوا على هذا الجروب، لان فيه مجموعه المشاكل، وكيتجهوا الى الطاقه النظيفه اللي هي الطاقه الشمسيه، اللي التكلفه ديالها شي شويه في الاول كتجي صعيبه، ولكن من بعد كتولي مزيانه، وكتولي يعني الاستفاده والربح منها كياتي بعد وقت قليل. كما كتلاحظوا هذا هو الجروب، يعني كيشتغل فيه كما قلت مجموعه ديال المشاكل، لا سواء يعني الفولت ما كيكونش مستقر، دائما كيطلع الفولت على حساب الاكسيليراسيون ديال الجروب، ودائما خصك تكون معاه باش تحضيه طلع الفولت ولا ما طلعش، تكسيري نقص زيد، يعني هاد المشاكل كامله غادي نحاولوا ان شاء الله نتجاوزوها من بعد ملي غادي نديروا ستاسيون دو بومباج سولار. كما قلت يعني ها هو الفولت، الان عندنا يعني 400 فولت، يعني هذا هو الحد اللي نورمالمون مزيان، ما خصناش نديباسيو بزاف باش ما يطلع لناش الفولت اكثر وياثر لينا على لي كومبوزون الكتريك ديال لارموار، وايضا ممكن يحدث لينا اتلاف يعني بالمضخه ديالنا. الاشتغال ديالو في هذه الحدود هو اشتغال جيد. كاين هاد لارموار هذا اللي كتشوفوا، هو اللي فيه الكونفيرتيسور سولير ديال 5.5 كيلو وات، لان المضخه اللي كتواجد في البئر تشتغل ب يعني القوه ديالها 5.5 كيلو وات. هذا هو لارموار اللي مكلف بالحمايه
ديال المضخه، وايضا هو اللي كيقوم بتحويل لو كورون دي سي الى كورون اسي باش كتشغلنا البومبا بشكل سليم. هنا كتواجد عندنا المضخه يعني داخل البئر، وكذلك واحد النظام ديال السقي، لا سواء اللي كيخوي في الباسان باش يجمع لينا واحد القدر واحد الكميه ديال الماء اللي كنحتاجوها في السقي فيما بعد، وكذلك هناك اللي كيمشي يعني مباشره انه يسقي البلاصه اللي كنحتاجو اننا نحتاجو فيها الماء سقي مباشر. وهنا سيستم كامل ديال المضخه كما كتشاهدوا، لي فان باش نقلبوا الماء في البلاصه اللي بغينا، والفلتر اللي كاين ايضا، كاين الفلتر يعني من اجل السقي باش لي فان الكتريك ما يوقع لهمش واحد الانسداد يعني في منطقه مرور المياه وما يحدثش بهم اتلاف. وكذلك كما كتشاهدوا هنا كيجينا الماء باش كيتجمع لينا في هاد الباسان اللي كاين اللي كتشاهدوا اللي كنحتاجوه يعني في السقي ديالنا من بعد في اللحظه اللي كتكون يعني ممكن نسقيو بالليل في الحاله اللي ما كتكونش عندنا طاقه شمسيه، ممكن اننا نستغلوا هذا الماء يعني المتواجد هنا في الباسان باش نحاولوا ما امكن نسقيو به في غياب يعني الطاقه الشمسيه. يعني الناس ولات كتهرب على الجروب بزاف وكتمشي ما امكن كتتجه للسقي بواسطه يعني مضخات عن طريق الطاقه الشمسيه، يعني لاليمونطاسيون كتكون بالطاقه الشمسيه اللي هي طاقه نظيفه. كنخليكم مع تتمه الفيديو، وشكرا لكم على التتبع، والسلام عليكم ورحمه الله.